هو نفسه، وناخد بعض المعاني الجميلة اللي ممكن نستفيد بيها في حياتنا الروحية. أول حاجة عاوزين نقولها إن ملك نينوى دوت كان رجل وثني. يعني إيه رجل وثني؟ رجل له آلهة أخرى غير الله، بس الحقيقة ممكن يكون سمع عن ربنا وسمع عن إله إسرائيل. ولما سمع عن ربنا وسمع عن إله إسرائيل أخد الموضوع بجد. فتعالوا كده نقول كلمتين ثلاثة على هذا الملك. أول حاجة تميز هذا الملك أنه تفوق على ملوك إسرائيل. إحنا عارفين كويس قوي إن كان في ملوك وكان في مملكتين في إسرائيل، مملكة شمالية اسمها إسرائيل ومملكة جنوبية اسمها يهوذا. وكل مملكة تقريبا يعني مش بالتدقيق قوي حكمها 19 ملك. والحقيقة الملوك دول كانوا أشرار، وربنا بعت أنبياء كتيرة قوي قوي تحذرهم. على سبيل المثال أشعية، عارفين نهاية تحذيره كانت إيه؟ إن هم نشروه بالمنشار. عارفين أرمية نتيجة تحذيره إيه؟ رموه في حفرة كلها طين عشان يغرق جواها. الحقيقة إحنا هنا عاوزين نقول إن الراجل الوثني اللي هو الملك بتاع نينوى تفوق على ملوك بني إسرائيل اللي كان عندهم التوراة وكان عندهم الأنبياء وكان عندهم سجل تاريخي حافل بعمل ربنا في حياة شعبه. ومع هذا الملك دوت تفوق، لأنه لما الرسالة وصلته ما أهملهاش، الرسالة لما وصلته تنبه ليها. لكن ملوك بني إسرائيل لما كان ربنا بيبعت لهم أنبياء زي أرمية أو زي أشعية أو زي يوئيل يقول لهم إن في ضربات جاية وفي مملكة جاية من الشمال وجنودها عامل زي الجراد وربنا هيعمل وربنا هيعمل، ولا اهتزوا ولا واحد فيهم رجع يتوب. ياه، يعني معقولة ناس تدعي إنها شعب الله وتبقى ودانها تقيلة؟ طبعا دي تخوفني وتخوفكم. أنا خايف إن ربنا يكون بينادي عليا بالتوبة، أنا خايف يكون ربنا بينادي عليا بحاجات كتيرة قوي وألاقي واحد يعمل وأنا اللي المفروض مولود من المعمودية ومولود في الكنيسة ما أعملش ولا حاجة من اللي بتتقالي. فنمرة واحد هو تفوق على كل ملوك بني إسرائيل في الاستجابة. حاجة